الباب التاسع والستون ومئة، باب إعانة الرفيق. وفي الباب أحاديث كثيرة تقدمت، كحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وحديث كل معروف صدقة، وأشباههما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكره، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو، فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهري يحمله إلا عقبة، يعني كعقبة أحدهم. قال: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة، ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير، فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له. رواه أبو داود بإسناد حسن.